المعجنات معجنات جيب لي عكمان بطن. ايوه ماكو يا والله ماكو. الله يطيب ذانا هنا. حط البيرات اذا عطني اللي عندك. شو يقول مساعد رشيد جاء اهل الجنه لا غزه راس كبشب. انا هنا في المزرعه اتراض جدي. انا حزامك لا غزه راس كبشب. يا صوت ابوي ما في صوتي. خالد عبيد اللي ما شاء الله نفس صوت ابوي. وانا صوتي زي صوت ابوي. خالد عبيد. ابوي صوتي في ابوي صوتي في بح اما انا ساحبين علي. ناسين لك البرنامج والله يا اخوي نسب عندهم واحد اسمه ريان ما يصير يا اخوان هذا الكلام كان اخوك يا ابو ما لا الاستشوره عضيدي في غزه راسك شيء خل عنك عضيدي انا ابي رساله ابي يعرفون عندي طيب انا ما جاتني رساله يا رجال برد كلام الغصه هنا برد ابو ما يمامد احد اريني مدي قال خلني ميل على حسن الخلق هذا كوفو رب من حسن الخلق صدق وش طلع بعلمك ليه ابوك ما مدحك قال اني ابوك مطوع وذمته ما هي مثل ذمتك خاف ان يدخل شيء في ذمته زايد ابوك يدخل شيء في ذمته زايد اسمع زايد ابسالك سؤال خلاص اسمع زايد لا تنفع ابسالك سؤال عن ولدك اللي هو ولدنا جميعا هو خطيب جمعه ما شاء الله ما شاء الله اما ابوي مدح 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 قال بس انها كبيره بس انها قال سبوك ينفر الغبوك الرجل ايش قال؟ قال بس انها كبيره اخوك ترى انا